السلام ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. غصتنا اليوم تحكي على روحها، كما تشوفوا المنظر البنه زاده ما نحكي لكمش، الخفه نودكم ومنشهيكم بكعبتين عظم، مكونات بسيطه وسهله، وعملنا ابن كيك الحقيقه. تبعوني شوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. اول حاجه لهنا بسم الله خذينا كعبتين عظم، ساشي سكر فانيا 10 غرامات. توا باش نستعملو الباتور إلكتريك ونركضوهم مليح مليح لين يطلعو بالقدا ويتبدل لونهم. فوالا نزيدو توا 150 غرام سكر بشوية بشوية، نركضهم مليح مليح كما تشوفوا. نزيدوا عليهم 100 ملليلتر زيت نباتي، نحركوهم بالباهي. توا باش نزيدوا الحليب 100 ملليلتر حليب، وتوا باش نزيدو الخلة بيضة اللي خليها هكا خفيفة، شوية ملح باش نعدلو به المذاق، نحركوهم شوية. ونزيدو توا النواشف اللي عنا، الفارينة والخميرة. هنا زدت 250 غرام فرينة، ولهنا بتبيع انتي ونوعية الفرينة اللي مش تستعملها حاسيلو ما بين 250 و 280 غرام فرينة، وعليهم ساشي خميرة حلويات 10 غرامات. غربناهم الكل، نكملوا توا نركضوهم مع باقي الخليط. هلا توا حلينا الفور بطبيعة على 180 درجة مفخوم، اللوطة يلزم يكون سخون بالمسبق. حطينا شويه زيت في القالب نتاع الفور نتاعنا، نصبوا فيه الخليط الكل. هلا ننفضوها هكا بالقدا باش تنحك الفقاعات الكل. هنا عندي شويه لوز اللي بقاو من عصيدة المولد، هروشتهم وزينت بهم الفوق. بطبيعة الخطوه هذه اختياريه، نجم تزين بالجلجلين من الفوق، بالكيكاويه، ما تزينش زاده كيف كيف. في الحالات الكل البنه مضمونه. حطيناها في الفور وهذه النتيجه ما شاء الله ريحتها فيحه ما نحكي لكمش، نودكم وما نشهيكم كما تشوفوا. مدة ما بين 20 و 25 دقيقة انتي والفور اللي عندك بتبيع. توا باش ندهنوها من الفوق باش تجينا كيما منشريوها من برا بالضبط. هنا عندي شوية تاع الناباج باش ندهن بيه، ولا سيرو تعملو كي يبدا خاطر شوية تدهن بيه من الفوق. نزيدو توا نشخشخوها باللوز، نحركوهم
في لحظات تكون عندك كيك هكا تاع قهيوه ولا فطور الصباح، تقوم الصباح تنجم تحضرها فاسيل ماري، ما تشدش برشا وقت، تحطها تيب وتمشي تحضر روحك انك تخدم ولا تحضر صغيراتك للمكتب، يزو معاهم هكا جوتي هكا فرشكه من الدار نظيفه وبنينه. وهذه النتيجه ما شاء الله، نودكم وما نشهيكم. شو نقصها لكم توا بتشوفوها من داخل كيفاه جات عاليه تبارك الله. لا لا ما شاء الله بكعبتين عظم، نجموا تعملوا اكثر من 12 مورس وكيك اذا كان مش تقصوا انتما والقسان. انا كما تشوفوا قصيتها طيحت لي 12 مورس وكيك، ما شاء الله فيهم الخير والبركه. ان شاء الله تكون عجبتكم غسيتي لليوم. ما تنساوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني على يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وبالشفاء.